السلام عليكم. اليوم أنا موجود يم هاي التماثيل مال الأسود في محافظة الديالة على خريسان للنحات العراقي وابن ديالة مجيد الصبار. تشوفون هذا الأسد، شوفوا الضخامة والشكل، طبعا هذا من المرمى. تعرفون ايش قد كلف هذا الواحد؟ ان هنا 4 سنين. تعرفون ايش قد كلف؟ كلف 2.5 مليون للواحد. يعني هنا ممكن انه تستلم اي دائرة واي شخص يحب ياخذ اسد بهاي الضخامة وبهذا الجمالية. طبعا مو مجعمر لا مضبط، هنا اسد ديالة، هذا 2.5 مليون يسلمك اياه هنا الشخص المسؤول عن بيع وتصميم هاي الاسود وهاي التماثيل اللي درجة اولى، وبحسب المعلومات من صاحب هذا المكان يقول تبقى سنين ما عليها شيء، هو يضمن هذا الامر. ما اعرف عليه من جبناها، شو الاسود ده تذكرني افد اسد عليه لغط، ما ادري سامع يقولون 79 مليون بكلف مدري ايش قد. ذني أربعة سود ومضبطات ولا حولان ولا ميت من الجوع وب10 ملايين. ايش دعوة لحد 79؟ ما ادري بيا محافظة سمعت يقولون بالنجف مدري وين مسوينه ب79. عمي تعالوا لديالة ونطيكم اياه ب2.5 وفوقه ضمان 10 سنين صيانة. اتمنى انه كافي نستغل الناس وكافي نهدر بالمال العام، وخليكم تتوجهون على أبناء البلد والفنانين ولد المحافظات اللي يشتغلون بأقل الأسعار وبأجود الأنواع. هاي رسالة أحب أوصلها جميع أخوتنا، أقول لهم أسود ديالة الشبعانة وسعرها ما تتجاوز 2.5 مليون.